سلام ازو بونجور زنزلا معكم في الفيديو هذه جديدة. راح نهضروا على الثقافة الرقمية وكيفية اطراء الثقافة الرقمية، سو دير انريشير سا كولتور نوميريك. كاين ياسر يعني الافلام الوثائقية اللي يعديو يعني على الثقافة الرقمية. دوك نشوفوا احنا منافك ده عندي جي يعني جي كلكو فيلم كلكو دوكيومنتير اللي يهضروا على الثقافة الرقمية، وكاين فيلم لي اوسي يعني ننصحكم تشوفوا. مش ننصح، جو ريكوموند يعني النصائح، سي با ان كونساي سي ان ريكومونداسيون بالعربيه، ما نعرفش ما نعرفوش شنو ريكومونداسيون. المهم سمحوا لي، كاين دي ترافو لهنا قدامي. نورمالمون الميكرو يمشي نورمالمون يسجل غير صوتي هنايا، بصح حتى ممكن نحسهم مقلبين الدنيا لهنا. اوكي حتى الكاناريط معديين، ما نعرف لو كنت سمعتوا دوك ولا اذا سمعتوا حس سمحوا لي. دوك نبداو يعني بال اني مسجلهم لهنا في الميكرو، مانيش حافظهم كل لي تيتغ تاع الفيلم هذوما. دوك الاول الفيلم الوثائقي الاول هي اسمه اون كونتر ايستوار دانترنيت، تسمى نقدر كيف ما نقدر نترجمها الحكايه المضاده الانترنت وعكس الحكايه. المهم هي واش حاب يهضر في الدوكيومونتير هذايا، باسكو ديما حنا نسمعوا يقول لك بلي انترنت خرجها لارمي امريكان، يعني الجيش الولايات المتحده الامريكيه هو الاول يستعمل الانترنت. كاين منها بصح الحكايه ماشي فريمون هذيا في الفيلم الوثائقي هذايا. دوك تشوفوا كيف ما ديجا بدات الانترنت، شكون يبداو يستعملوا الانترنت مع الاول. دوك تحيروا كاين لي اي بي يعني هما اللي يبداو يستعملوا الانترنت من الاولى، وهما فريمون اللي عملوا في الوثائقي هذايا يعني الناس ناشطين في عالم في العالم الرقمي. دونك فوالا سي سون دي غران اكتيفيست. كي نحب نقول اكتيفيست لهنا ما نقولش ما نحكيش اكتيفيست بالا، نحكي اكتيفيست يبدا بالها بالها راح نقول بالاش اسمها جاياك اكتيفيست، مخلط اكتيفيست ومخلط اكور اوسي، باسكو لازم تعرفوا باللي ولا ياسر لي اكور لي يساعدوا بها انترنت تكون وش هي اليوم. دونك فوالا دوك روحوا تفرجوا يعني الفيلم الوثائقي هذايا فريمون اي لي سوبر، حاجه مليحه تتعلموا ياسر حوايج منه. وبه ولا به مابقاش يقول لكم وي انترنت ونخرجت يخرجوها الامريكان. دونك فوالا دونك روحوا تفرجوا الفيلم الوثائقي. اون بليس في الفيلم الوثائقي هذايا كاين ناس نعرفهم لهنا في فرنسا كوم بنجامين بايار، جيريمي زيميرمان، بلوتوف. دوك فوالا كاين ناس اللي نعرفهم فريمون سو سون دي سبيسياليست، فوالا سو سون دي سبيسياليست في الانترنت. دوك روحوا تفرجوه راك تلقاوه في الانترنت، شوفوا برك في يوتيوب دوك تلقاوه. دروك الفيلم الوثائقي الثاني هو دو انترنت اون بوي. دونك دو انترنت اون بوي هو فيلم وثائقي جاسني بزاف، باسكو انا ولا كما قلت لكم مدافع كبير على البرامجيات الحره، على البرنامج الحر يعني دي لوجيسيال ليبر لي لوجيسيال اوبن سورس و دو لا كولتور اوبن سورس اوسي. كاين الثقافه الحره والثقافه تاع البرامج الحره ديا، ماهيش كي نحكي على اللوجيسيال اوبن سورس مش غير البرنامج، كاين الثقافه كاين الفلسفه تاع لي لوجيسيال اوبن سورس. وهذا دو انترنت اون بوي يحكي الحكايه تاع ايرون شوارتز. حكايه تاع ايرون شوارتز، شكون هذا ايرون شوارتز؟ يعني سي واحد يعني جن، سي ان جيني يعني سي كيلكان دو دوي، كان مزخر، كان يحب الانفورماتيك، يحب الحريه، يحب الحوايج. كان في عمره 13 سنة خرج كيما لو بروتوكول ار اس اس. الناس اللي تعرف ولا تفهم سي كوا البروتوكول ار اس اس، اليوم في انترنت بلا البروتوكول ار اس اس فريمون ما اون سي با كوا فير، يعني ما نعرفوش كيف ما حوايج داروا غير بالبروتوكول ار اس اس. وهو كان ما بين الناس اللي ساعدوا باه يخرج هذا البروتوكول ار اس اس، كان في عمره 13 سنه. وكيما كان يدافع على الحريه، كان يدافع على سورتو على البارتاج دو كونيسونس، باهي يعني يمد الطاقة يمد العلم للناس وكل،
راح يبيراتي يعني لي سيرفور تاع الام اي تي في لي زيتازوني، يونيفرسيتي معروفه، باه يدي يعني لي زارتيكل سيانتيفيك ويمدهم للناس الكل. المشكل سي كو بوزيو بيه بلانت، الخوف تاعو كان يدخل حبس وانتحر في عمره 26 سنه. يعني سي اون بيرت، هذه خساره كبيره. ولا فقد هذا العبد، هذا ايرون شوارس فقد كبير. ولا يعني on a perdu quelqu'un vraiment d'énorme في لا كوميونيتي دو ليبر. يعني نوصيكم روحوا شوفوه، روحوا شوفوا الحكايه تاعو. فريمون سي كالكان اللي كان يحب الخير، كان يحب يوزع العلم، ولا يقول لك الناس اللي ما عندهم يوصلوا لهمش العلم، انا دوك نوصل لهم العلم. فوالا، ولا انتحر في عمره 26 سنه، سي اون غران بيرت. نشوفوا الفيلم الثالث، سي ايستوار انترديت دو بيراتاج انفورماتيك. الوغ ليستوار انترديت دو بيراتاج انفورماتيك هذايا هو فيلم وثائقي يحكي لك يعني على لي بروميي هاكر، كيف ما بداو البيراتاج. لو كان تعرف ملاف، لو كان تعرفوا لي بروميي بيرات، يعني كانوا لي بيرات تاع التليفون فيكس في لي زاني 70. دونك فوالا الحكايه دي تحكي لك الحكايه تاع لي هاكر، كيف راه بداو في الامريكان، كيفهم بريك انتشرت يعني لا كولتور دو هاكينغ، يعني ثقافه الهاكينغ. دونك حتى هذايا مليح تتعلموا ياسر منه. شوفوا ديجا واش هي هاكر، باسكو لي هاكر كي نقولوا هاكر الناس يحسبوها بلي بيرات. كاين فرق ما بين هاكر وكاين بيرات. البيرات يحب لك غير يحب يسرق لك سوا دراهم، يسرق لك لي دوني تاعك، البيانات. هاكر نو، الهاكر هو سي ان بيدويور، يحب يهز حاجه يبدلها تولي دير حاجه واحده اخرى. فوالا سي سا لو هاكر. لو هاكر سوني با ان بيرات. دونك فوالا، دونك روحوا شوفوا هذا الفيلم اسمه ليستوار انترديت دو بيراتاج انفورماتيك، وخرج ضنيت في 2009 ولا 2008. الفيلم والله اللي تخي بيان، وتتعلموا منه حوايج ياسر. اون باريكا يساف تو دو نو. هذا فيلم وثائقي عدى في العام، تعدى عدى في لاشين اختي، يعني لاشين اختي انا من عندي هي احسن قناة فرنسية، باسكو تنعت دي دوكيومونتير، تنعت فيلم وثائقي فريمون راهم تري تري بيان. يعني il savent tout de nous، هو فيلم وثائقي يهضر لك على ديجا هضرت على الفيديو اللي تعدات شويه تو بيتي بو على غافام. لي غافام واش هي غافام؟ هما الشركات الكبار تاع الانترنت، جوجل تسمى غافام، جوجل، امازون، فيسبوك، ابل، ومايكروسوفت. هذوما الشركات الكبار تاع الانترنت وتاع الانفورماتيك. يبين لك هذا الشريط الوثائقي، يبين لك بلي هما يعرفوا كلش عليك، يعرفوا كلش واش دير في الانترنت، وقتها كونيكتيتي، شكون هما صحابك، شكون هي مرتك، ولا شكون هو راجلك، شكون هما ولادك. فوالا كلش، باسكو فوالا حنا نحطوا ياسر المعلومات تاعنا، سورتو لي زالجيريان، يعني نحطوا ياسر المعلومات تاعنا في فيسبوك، نحطوا برك، نبزعوا برك كيما يقول لك، نبزعوا المعلومات تاعنا، ما دخلناش الور كو هي الحياه تاعنا الشخصيه. والفيلم الوثائقي هذايا يبين لك واش قادرين يديروا بالبيانات الشخصيه تاعك. دوك روحوا شوفوه، اسمه il savent tout de nous، تسمى يعرفوا كل شيء علينا. الفيلم الوثائقي الاخر هو سيتيزن فور. سيتيزن فور يحكي لك الحكايه تاع ادوارد سنودن. ديجا هضرتلك مع الفيديو اللي تعدات لي ريفيلاسيون ديدوار سودن، تسمى كشف ادوار سودن واش كان يديروا يعني لا ان اس اف في لي زيتازوني، تسمى البرامج تاع لا ان اس اف في لي زيتازوني اللي كانوا ياخذوا كل المعلومات اللي كاينين في الانترنت، ياخذوا كل المعلومات، يحبوا يديو كل المعلومات عن الناس الكل اللي يستعملوا الانترنت. فوالا هذا الهدف تاع لا ان اس اي. يبين لك هذا لو دوكيومونتير هذايا، يبين لك بلي لا ان اس اف فولي تو كابتي، فولي كابتي toutes les données de tous les gens qui utilisaient Internet.
و هذا دايم سيت لو بري ليدي هذايا سيتيزن سيتيزن فور مهم الى يو ان بري و فريمون روحو شوفو يعني لو فيلم تاع ادوار يعني هذا سي با لو فيلم تاع ادوار سنودن سي لو دوكيومونتير اللي عملوه اللي عملوه كي هو كان يعطيهم يعني لي بروف البيانات باللي واش يقول راهو صحيح باللي لا ان اس راهي اي تدخل في الحياة الشخصية تاع الناس وتدخل في ليكونت تاع الناس وتكابتي كلش دونك فوالا هذا aussi c'est un très très bon documentaire روحوا شوفوه الدوكيومونتير الاخر كومون جو سوي ديفينو انفيزيبل يعني الدوكيومونتير هذايا سي دوكيومونتير عنده عام راني حطيت لكم في لا فيديو تاعي تعدات اللي نهضر على على الوقايه الرقميه راني حطيت لكم طرف تاع لا فيديو هذايا وبيان سور لا فيديو هذايا تاع الفيلم الوثائقي هذايا يعني الفيلم الوثائقي هذايا يعني راهو يهضر لك على واش يهضر لك على امراه حابه تختفي رقميا حبت ما تخلي حتى اثر رقمي في الحياه تاعها وصعيبه صعيبه باسكو لهنا في الدول متقدمه رقميا يعني واش تشري بلا كارت بانكير تستعمل الايميل تستعمل الايميل كلش لهنا عايشين بالايميل عايد كلش التبادل كلها بالايميل كاين لي كاميرات سيكوريتي بارتو كاين كاين يعني الشبكات الاجتماعية ولا دونك نخليو ياسر المعلومات الخاصة وهي حبت تختفي رقميا وتشوفوا يعني البداية كيف بدات تتعلم جسور ما تسمعوش يعني هو قاعد يضرب بالمارت وسيد طايح عليها دونك جيسبر ما جيسبر ولا دونك حبت تختفي وعليه مليح وسي بيان سور دوكيومونتير هذايا ولا راهو هايل باسكو نبان فيه هنا باسكو ولا زنزلة راهو فيه ولا جاو فيلماوني اللي كان لهنا في فيرساي كي كنت نشط يعني ان كافي في بريفي جاو فيلماوني بصح سا فو با دير بلي راني فيه هنايا بلي راهو مليح نو فريمون ينعتلك كيف ما صعيبه يعني تختفي رقميا دوك فوالا و الفيلم الاخر ولا وصلنا للافان الفيلم الاخر اللي نوصيه سي باه تشوفوه سي لي بيرات دو لا سيليكون فالي لي بيرات دو لا سيليكون فالي فيلم ينعت لك الحكايه تاع بيل جيت اللي عمل مايكروسوفت وتاع ستيف جوب اللي عمل ابل وينعت لك الحكايه تاعهم باسكو هما في وقت واحد اللي بداو يبانوا دونك فوالا دونك تحكي لكم الحكايه يحكي لكم الحكايه تاعهم فيلم شويه قديم يعني خرج في 99 بصح راهو تقي بيان اللي بيان دوكيمونتي اللي بيان في انا ولا عجبني مهما قديم يعني 99 قريب عنده قد ايه 20 سنه وعنده 18 عام بصح يعني فيلم ان تري بون فيلم ان تري بون فيلم ولا يحكي لك الحكايه كما قلت لكم تاع بيل جيت وستيف جوب فوالا فضت لا فيديو هادي يعني اول مره عملت فيديو يعني ضربه واحده جوبونس ما نعرف لو كان راح نقص في لا فيديو هادي جوبونس با يعني عملتها يعني تراصيت في لا فيديو هادي لا عاودتها لا والو سي سوبر يعني فوالا دونك ان شاء الله فوالا تروح اني دوك نحط لي ليان نحط لي تيترو كل واذا لقيت لي ليان تاع انترنت في يوتيوب يعني نحطهم اذا ما لقيتش شوفوهم ولا روحوا تيشارجيوهم يعني دوك ولا فضت الفيديو هذيا جيسبر عجبتكم جيسبر تروحوا تشوفوا لي الافلام الوثائقيه يعني ديما بالافلام الوثائقيه يعني ديما المهم تروحوا تشوفوا لي دوك لي دوكيومونتير دوما فوالا يعني vous allez enrichir votre connaissance numérique ولا تعرفوا حوايج اكثر على الانفورماتيك سورتو اذا مو سورتو لو كان كنتوا تخدموا في الانفورماتيك لا سي دي كونيسانس جينيرال لا كولتور جينيرال يعني vous allez enrichir votre culture générale ou la culture numérique. Et le mohem, hay nqol lkom saha ba3d tourkom ou ila video wahed okhra inchallah kima qolt lkom ma tnsaouch dima tlaikiou ma tnsaouch tabonew rani nchkerkom rakom de plus en plus yani tbaou fiya c'est ça fait vraiment plaisir. يعني voilà nhot lkom aussi ma tnsaouch tbaouni aussi fi chabakat l'ijtimaiya عندي مهما نحكي على دوك نعمل فيديو واحد اخر على على على
لي دوني بيرسونيل وعلى الشبكات الاجتماعيه. دوك نعمل فيديو واحد اخرى اللي راح تدخل في موضوع الوقايه الرقميه. مي لا فوالا جماعات سيتي بور لا كولتور نوميريك. بلا نقول لكم في الامان، وان شاء الله في فيديو واحد اخرى نقول لكم تشاو تشاو.